يا طالب قرآننا مكجيجنا ليا وانتلاوى هردك تجويدي. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواهكم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. يا طالب قرآننا مكجيجنا ليا وانتلاوى هردك تجويدي.